من هي أول سعودية تقود سيارة؟ ومن تجرأ على سرقة فشار الأمير هاري الإنجليزي؟ وحقيقة المسابقات الأدبية على السوشيال ميديا؟ كلها قصص شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، نتعرف عليها وأكثر في شير. أهلا بكم. انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي خبر تخيله الكثيرون أنه خبر خيالي، حتى عندما طرحنا السؤال كان هذا هو رد فعلهم. الخبر هو أن الدنمارك قامت بتعيين سفير لها لدى شركات التواصل الاجتماعي، أو كما تسمى الجمهوريات الافتراضية. لهذا نسألكم اليوم، باعتقادك ما هي المهام التي يجب أن يكلف بها هذا السفير؟ شارك برأيك معنا عبر صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الظاهرة أمامك على الشاشة، أو عبر رسائل صوتية أو فيديو على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج. شاهدوا شير أيضا على قناة الغد باليوتيوب، ودائما تواصلوا معنا على هاشتاغ شير الغد. البداية مع توب ترندز بتويتر في الوطن العربي. في لبنان تصدر هاشتاغ أحمد الأسير بعد حكم المحكمة العسكرية اللبنانية بإعدام أحمد الأسير والسجن 15 عاماً على الفنان اللبناني فضل شاكر على خلفية أحداث بلدة عبرة، والتي تسببت بوفاة 18 عسكرياً من الجيش اللبناني. أما في الإمارات، استمر منذ الأمس هاشتاغ الاجتماعات السنوية للإمارات بعد انطلاق أعمال اللقاء الوطني الأكبر لوضع حجر الأساس لمئوية الإمارات عام 2071. في مصر أحيا المغردون الذكرى 47 لرحيل الزعيم المصري جمال عبد الناصر على هاشتاغ جمال عبد الناصر. عالميا وتحديدا في بريطانيا تصدر هاشتاغ ناشونال بويتري داي تزامنا مع احتفال الشعب البريطاني بيوم الشعر الوطني. من التوب ترندز على تويتر إلى الكلمات الأكثر بحثاً على جوجل في مصر خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر. لطيفة الشعلان عضو مجلس الشورى السعودي تحولت لحديث السوشيال ميديا باعتبارها أول امرأة في المملكة تستفيد بقرار العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بسماح للمرأة بقيادة السيارات في المملكة. الشعلان كتبت في تغريدة على حسابها على تويتر قائلة أنها حين دخلت إلى مجلس الشورى استقبلتها الصبايا بباقة ورد، أما شباب المجلس فأرسلوا لها صورة موقف السيارة المحجوز باسمها، ونشرت هذه الصورة أيضا. ورغم أن هذه الخطوة رمزية، إلا أن سيدات السعودية سينتظرن لتسعة أشهر لتنفيذها على أرض الواقع. لكن يبدو أنهن لن يكتفين فقط بقيادة السيارات، إذ ذكرت صحيفة عكاظ أن الخطوط السعودية تدرس إعادة فتح ملف ابتعاث حاملات بكالوريوس للتأهل في قيادة الطائرات والحصول على رخص الطيران التجاري. بالتأكيد هذا خبر هام للمرأة السعودية، لكن الفتيات كن مشغولات بأمر آخر وهو اختيار سيارة الأحلام. كل هذا على هاشتاغ وش لون سيارتك اللي بتشترين، فماذا اخترت؟ هذا ما سنعرفه من خلال تغريداتهن على تويتر.
بالتأكيد قرار سماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة هو الحدث الأبرز هذا الأسبوع في السعودية. فماذا عن الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال الكلمات الأكثر بحثا على جوجل. مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مصدراً غنياً للإلهام والتأثير، فهي أيضاً عالم مليء بالأفكار. من هذه الأفكار كانت إقامة مسابقات تستخدم أدوات الشبكات الاجتماعية مثل عدد اللايك، الشير، الريتويت في تحديث الفائزين بعد تصفيات على عدة مراحل. سيحدثنا أكثر عن هذه المسابقات الكاتبة والأديبة غادة عقل، التي شاركت في العديد من هذه النوعية من المسابقات وحصدت فيها على جوائز، كان آخرها المرتبة الثانية في مسابقة أدبية أطلقتها صفحة لكي سيدتي. معنا الآن عبر سكايب غادة عقل من الأردن. مساء الخير غادة. مساء الخير عزيزتي، مساء الخير الجمهور الكريم، سعيد الوجود بكم هاي الليلة. نحن أسعد بك معنا في شير. غادة، في البداية ما رأيك أن تعرفينا أكثر عن المسابقات الأدبية على السوشيال ميديا، وما الذي شجعك للمشاركة فيها؟ من المعروف أن المرأة في مجتمعنا العربي تواجه صعوبات في هذا المجال، بالأخص إذا كانت ربة بيت لديها أطفال تربي نشأ، هذا سيستنزف وقتها وجهدها وتفكيرها. لكن منذ وجدت مواقع التواصل الاجتماعي سهلت على المرأة الوصول والانتشار بشكل أكبر، المرأة الشاعرة طبعا. إحنا اختصرنا سنوات راحت بوقت قصير جدا، لأن يعني أنا بتذكر لما شاركت بأول مسابقة لمجلس الإعلام الفلسطيني وأخذت مركز على مستوى الوطن العربي، اختصرت سنوات واشتهرت بسرعة غريبة. اختصرت سنوات، يعني ما أروع من هذا إنجاز. طيب غادة، هل تعتقدين أن اللايك والشير والريتويت وإعادة التغريد، هل هي أدوات كافية أو مناسبة للحكم على الأعمال الأدبية؟ طبعا كافي أكيد. العمل الجيد يطلب نفسه، يعني ممكن عمل يكون في 3 لايكات 4 لايكات، وفي عمل يكون في لايكات كثيرة ينتشر على مواقع عديدة. طبعا اللايكات والشير بتقيم العمل. طيب غادة، أنت تحدثتي عن تجربتك الشخصية وقلتي أنك استفدت انتشار واختصرت فيها سنوات من خلال مشاركة في مثل هذه المسابقات على السوشيال ميديا، لكن كيف لي أن أختار لو أنا أديبة أو كاتبة يعني مبدعة في أي مجال، كيف أعرف أن هذه مسابقة جادة، أنها ليست خدعة أو حيلة؟ شوفي، الموقع المحترم يفرض نفسه بنعرف من البداية. يعني مثلا زي موقع سيدة المحجوزة اللي أنا شاركت فيه بقصيدتي وقصة المركز الثاني واستلمت جائزتي، رغم إنه يعني موقع فلسطين أنا في الأردن، أخذت مصداقيته. المواقع الثانية اللي غير محترمة بتبين أساسا ما بيكون عليها متابعين كثير، ما بيكون عليها لايكات وشير، يمكن الواحد يعرفها من أول وهلة، من أول نظرة. دائما نبحث عن مواقع لها مصداقية ولها جمهور ومعروفة. طيب غادة، كلمينا عن فكرة ثانية أو موضوع ثاني، وقصة الجوائز، يعني كيف تحصلين عليها وهي أصلا مسابقة على العالم الافتراضي أو في العالم الافتراضي؟ شوفي، أغلب التكريمات كانت على الفيسبوك زي ما أنت شايفة، شهادات تقدير أو سنة.
لكن الجائزة الأخيرة كانت فيها جائزة مادية وصلتني عن طريق البنك خلال 2 أو 3 كانت عندي. أوكي غادة، تحدثت عن مسابقة التي شاركت فيها كانت من تنظيم المجلس الأعلى للمجلس الإعلام الفلسطيني، عرفينا أكثر عن هذه المسابقة ولماذا كانت مهمة بالنسبة لك؟ كانت أول مسابقة بشارك فيها وباخذ مركز على مستوى الوطن العربي، وكانت السبب في شهرتي في بدايتي، عشان هيك عزيزة على قلبي كثير وأحبها كثير. وأخيرا حصلت على جائزة من مسابقة موقع لك سيدتي، فمبروك غادة عقل، وأشكرك لأنك شاركتينا تجربتك مع السوشيال ميديا. كل التوفيق غادة عقل من الأردن. مستمرين معكم في شير، وبعد الفاصل نستعرض إجاباتكم على سؤال الحلقة. سؤالنا يقول: بعد تعيين الدنمارك سفيرا لها لدى شركات التواصل الاجتماعي، ما هي المهام التي يجب أن يكلف بها؟ وأيضا لا تستهينوا بأي موهبة أو مهارة لديكم، فمهارات في لعبة فريستايل فوتبول توصل مصري إلى العالمية. التفاصيل في شير بعد قليل. أهلا بكم من جديد في شير. كرة القدم الاستعراضية أو ما يعرف بـ Freestyle Football هي لعبة اشتهرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. المتابع للسوشيال ميديا عامة يصادفه من حين لآخر فيديوهات لشباب وحتى فتيات يقومون بمهارات شخصية في التلاعب بكرة القدم والقيام بحركات أشبه بالجمباز. هي تحتاج للكثير من التدريب وأيضا كثير من الجهد. في اليومين الماضيين تم تداول فيديو لشاب مصري هو جيمي يستعرض مهاراته في شوارع التشيك بعد مشاركته في مسابقة عالمية خصيصا لهذه اللعبة. نشاهد جيمي. معنا الآن جيمي شخصيا عبر سكايب ليعرفنا أكثر عن تجربته مع الفري فوتبول. مساء الخير جيمي، أهلا بك في شير. أهلا وسهلا بك يا بورك. تمام، أنا سعيدة أنك معنا اليوم لتعرفنا أكثر عن هذه المسابقة العالمية التي شاركت بها. تمام، هي دي في البداية أصلاً مسابقة اسمها سوبر بول، بتتعمل في التشيك، بقالها أكتر من 5 سنين بتتعمل. المفروض دي كانت أول مشاركة ليا في المسابقة دي، إن أنا أقدر أسافر وأشارك وأمثل مصر في المسابقة، وحابب إن شاء الله إن أنا كل سنة أستمر إن أنا أشارك في مسابقة زي دي، لأن هي مسابقة بتتعمل مرة كل سنة. جيمي عفوا، هل هناك اتحاد لهذه اللعبة في مصر يرعى المشاركين بها؟ للأسف ملهاش اتحاد في مصر. حابب بس اوضح يعني ايه فريستايل فوتبول. الفريستايل فوتبول هو مهارات التحكم بكرة القدم، هي ملهاش اتحاد في مصر، زي بالظبط يعني نوع من انواع الفريستايل، بقدر اتحكم بالكرة بالشكل اللي انا حابه واللي انا عايزه. يمكن عدد اللاعبين الموجودين في مصر مش كتير، فعشان كده يمكن ملهاش اتحاد.
جميل، هل تعتقد أنه بسبب وجود عدد قليل من اللاعبين هذا أفضل لك، أو أنك تسعى لنشر هذه اللعبة بين الشباب المصريين؟ لا بالعكس طبعا، انا بسعى جدا لنشر اللعبه دي، وبنظم مسابقات كتير في مصر، منها مسابقه اخيره نظمتها استاذ الصاوي، المفروض كانت جامعه كل الفري ستايلرز المصريين. لماذا تسعى لنشرها؟ لماذا تهتم بنشر اللعبه؟ الان انت مستفيد فانتم قله. بالظبط، اكيد طبعا حابب طبعا ان هي تتنشر وناس كتير تلعبها، عشان خاطر يعني المستوى يتطور اكتر واكتر. رائع. جيمي، سؤال يعني قد يبدو بديهي، هل لتكون متميز في الفوتبول فريستايل يجب أن تكون لاعب كرة قدم أيضا محترف أو جيد؟ لا مش شرط، ناس كتير زي رونالدينهو ولاعيبة كبار جدا في العالم ممكن يكونوا في الملعب جيدين جدا، لكن بره الملعب كفريستايل فوتبول لا، لان زي ما وضحت لك ان دي لعبه مختلفه تماما، ليها تمريناتها زي تمرينات الكوره، زي بالظبط السباحه والباليه المائي، يعني دي رياضه ودي رياضه. رائع جدا. طيب لديك هدف هو نشر الفريستايل فوتبول في مصر، ما هي الصعوبات التي تواجهك وما هي خطتك؟ الصعوبات اللي بتواجهني طبعا اماكن التدريب، يمكن يعني الناس يعني يمكن مثلا بيبقى في اماكن هنا بنحجزها عشان نتمرن فيها، الاماكن دي طبعا تبقى زي عباره عن استوديو بنتمرن فيه، فما بيبقاش متاح طول الوقت. حابب ان انا اقول اللي هو يعني يبقى يعني نوفر، يكون مثلا في مصر صالات كتير اندور مثلا نقدر نتدرب فيها، وتكون قريبه مننا. دي الحاجات الكتير اللي بتقابلني، مثلا ان انا يعني بعاني منها في اللعب يعني في اماكن التدريب. حابب ان انا اقول خطتي اللي جايه ان شاء الله ان انا اتمرن اكتر واكتر عشان امثل مصر برضو السنه الجايه ان شاء الله في بطوله العالم، واحقق مركز. يمكن السنه دي ما قدرتش احقق المركز اللي انا كان نفسي فيه، بس ان شاء الله السنه الجايه هكون احسن باذن الله. ان شاء الله نتمنى لك التوفيق جيمي، وقل لي ما هو الدعم او ما هو شكل الدعم الذي تحتاجه لتحقق انجازات اكبر في هذه المسابقه الدوليه؟ شكل الدعم هو مفروض يعني زي اي مثلا رياضه المفروض بيكون ليها سبونسر، فلو احنا مثلا كمجتمع فري ستايل فوتبول في مصر يكون مثلا لنا شركات راعيه مثلا تسندنا ان احنا نكمل في اللعبه وان احنا يتوفر لنا اماكن تدريب، ده اكيد هيفرق معانا جدا زي اي رياضه موجوده يعني. يعني مثلا كرياضه كره القدم ليها ملاعب تتمرن فيها، كباسكت بول ليها اماكن مثلا تتمرن فيها، كسباحه ففي حمام سباحه يقدروا يتمرنوا فيه، فانا حابب طبعا يكون في اماكن وشركات راعيه توفر لنا الكلام ده، اكيد المستويات هتفرق كتير جدا جدا طبعا. رامي، نحن استمتعنا بالفيديو الخاص بك واستمتعنا بالحديث معك، شكرا لانك عرفتنا على فري ستايل فوتبول وتجربتك معها، شكرا جيمي. وصلنا معكم للدردشه لنرى ماذا كانت اجابتكم على سؤال الحلقه. اليوم نقول أنه بعد تعيين الدنمارك سفير لها لدى شركات التواصل الاجتماعي أو الجمهوريات الافتراضية، برأيك ما هي المهام التي يجب أن يكلف بها هذا السفير؟ أول تعليق لمحمد فرانكو على فيسبوك قال: أعتقد أن مهام السفير حتكون بنفس مهام السفير العادي، وأنهم حيعتبروا أن السوشيال ميديا مجتمع من خلاله حيقربوا من وجهات النظر الدولية. أما عاصف الفرا فعلق قائلاً: غريبة مسألة سفير السوشيال ميديا، لكن كل شيء أصبح وارد، ممكن يقوم بمتابعة المستجدات على الساحة والترندز. طرحنا السؤال للتصويت على تويتر وهو: بعد تعيين الدنمارك سفيرا لها لدى شركات التواصل الاجتماعي، هل تعتقدون أن العالم يحتاج لهذه الوظيفة؟ نعم أم لا؟ وجاءت نتيجة التصويت كالتالي: 67% أجابوا بنعم، نحن نحتاج لهذه الوظائف الجديدة، في حين أن 33% أجابوا بلا، لا نحتاج لمثل هذه الوظيفة. We'll be right back.
لا تحلو مشاهدة المباريات إلا مع بعض التسالي كالفشار، لكن هل تقبل أن تشاركها مع أحد؟ الأمير هاري دوق ويلز ببريطانيا لم يكن لديه خيار عندما قررت طفلة صغيرة أن تشاركه غصبا عنه وتسرق منه بعض حبات الفشار أثناء مشاهدته لإحدى مباريات منتخب بلاده ضد الدنمارك. الطريف في الأمر أن الأمير هاري لم يستسلم بسهولة، وكان يبعد الفشار من الطفلة الصغيرة بعد أن التفت لها وهي تسرق بعض حباته أثناء انشغاله بحديث جانبي، ثم حدثت مفاجأة. نشاهد. الوقت المحدد لنا على الهواء، لكن معكم على مدار ال 24 ساعة عبر السوشيال ميديا. شاركونا قصصكم وتعليقاتكم من خلال صفحات شير على فيسبوك، تويتر وإنستغرام، أو عن طريق تطبيق الواتساب. شاهدوا شير أيضا على قناة الغد باليوتيوب، ودائما خاطبونا على هاشتاج شير الغد. إلى اللقاء في حلقة جديدة من شير. We'll be right back.